احنا في ان شاء الله نعطيو انطلاقة ديال الاجتماع ديال المكتب السياسي اللي احنا حاضرين لهذا الاجتماع، ولكن حاضرين خصوص اللقاء يعني مع الساكنه في هذه المنطقه وزازات وزاكوار اللي هي منطقه اعرفها جيدا لان كنت رئيس ديال الجهه ديال سوس مسدعاء وكنعرف الناس ديالها وكنعرف العمل والمؤهلات اللي كاينين عندها في المستقبل. وغادي تكون مناسبه ان شاء الله في هذا الاجتماع نشوفوا المحاور اللي هي استراتيجيه ديال الحزب وكيفيه ديال التوجه ديالو ان شاء الله يعني في المستقبل، وكذلك مناسبه للتنويه الحمد لله ب يعني القانون ديال الامازيغيه اللي خرج يعني الوجود في 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 البرلمان، وحنا يعني كنتمنوا هذا يعني التعدديه اللي كاينه في البلاد في البلاد ديالنا، وفرحنا بهذا القانون اللي هو جد مهم. وكذلك غادي نستحضروا يعني المحطات المقبله اللي هي جد مهمه للقاءات مع واحد العدد ديال الشرائح اللي هما يعني منظمات موازيه للعمل ديال الحزبي، وكذلك باش نشوفوا يعني في اطار الاستراتيجيه ديالنا شنو هما الاولويات اللي كتوصلنا ل 2021. حنا بالطبع يعني الحزب ديالنا هو داخل الاغلبيه، ونؤكد انه نساند الاغلبيه ونسيد رئيسها، ومن حق الحزب كجميع الاحزاب انه يناقش، والا ما كانش شي حاجه اللي ما متفقش عليها غادي يقولها، ولكن الهدف الاول هو يعني المسانده ديال الحكومه باش تمشي يعني في القرارات ديالها وتمشي في التطبيق الفعلي للبرنامج ديالها الحكومي. هذا موضوع الساعه، وهو هل المكتب السياسي سيدرس القانون الاطار ديال اصلاح التعليم فيما يخص النقطة ديال التعليم المواد العلمية باللغات الأجنبية؟ انتم كتعرفوا الموقف ديال الحزب ديال الأحرار وديال التجمع يعني في هذه النقطة، لأنه بغينا لأولادنا باش احنا يقراوا اللغات الأجنبية باش تكون عندهم انفتاح للشغل وانفتاح للعالم. وبالطبع احنا مأمنين بأنه اللغة ديالنا العربية وديال يعني ديال الأمازيغية هم لا باز الأول والسكل يعني ديال التربية ديال أولادنا في المستقبل، ولكن خاص هذاك الانفتاح خصوصا في يعني في المواد اللي تكلمتوا عليها اللي هي علمية وتقنية. فعلا نحن كنطالبوا دائما باش هذا المشروع يزيد الامام، والحمد لله كما كان واحد التوافق في يعني في اللغه الامازيغيه كنتمناو من الله انه يعني جميع الفرق. هناك بلوكاج اليوم كاين البلوكاج، ولكن كنتمناو انه بفضل الحوار والنقاش غادي نمشيو ان شاء الله باش نحلوا يعني هاد المشاكل في المستقبل. وهذا على اي من النقاط اللي غادي نتكلموا عليها اليوم في الاجتماع ديالنا، واللي غادي تكون في صدد ديال يعني المشروع ديال الكومينيكيت بريس اللي غادي يخرج. ومناسبه هذه كذلك باش كنعرضوا على الناس ديالنا اللي هما المنسقين الاقليميين والجهوي وكذلك بعض البرلمانيين، باش نستنطوا يعني نسمعوا المشاكل ديالهم اليوميه، وكذلك كيفاش كيشتغلوا سياسيا وسياسة القرب مع المواطنين.